سؤال: البكاء في الصلاة ما مشروعيته وفضله؟ ما صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ نعم، كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان، والصحابة كانوا يبكون، لكنه بكاء غير متكلف، وليس معه سقوط ولا زوال عقل كما وقع للمتأخرين، لا، يبكون وعندهم عقولهم ثابتة وهم على كمالهم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجع من البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نشيبهم وراء الصفوف في بعض الأحيان. فإذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الإنسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله، هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير. أما المتكلف رفع أصوات وإشغال الناس هذا لا ينبغي، وأشد من هذا يكون رياء وسمعة، فهذا بلاء عظيم. فالبكاء الذي يهجم على الإنسان ينبغي فيه التبانق والتصبر والتحمل حتى لا يقع منه ما يؤذي الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشيان. وقرأ عليه عبد الله مسورة مرة وهو في غير الصلاة، قرأ عليه أول سورة النساء بأمره صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله حسبك. قال ابن مسعود: فرفعت إليه والتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. فالبكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، خشوعا وحزنا أو تذكرا لمقام يوم القيامة أو لأهوال النار أو لغير هذا من الأسباب، أو تلذذا بالمناجاة أو خوفا من الله عند قراءة آيات الخوف إلى غير هذا. فالبكاء من سنة الرسل والأنبياء والأخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وألا يسقط وألا يبتلى بذهاب العقل كما يقع الصوفية وأشباههم، لا، ينبغي له يتمالك ويتصبر ويتحمل كفعل الأخيار من سلف هذه الأمة، وأن يتحرى بكل قوة ألا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويشغلهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر والقراءة، نعم، حسب طاقته. نعم.